مساع حميدة قادها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نجحت في ثني النائب عودة الرويعي عن قرار استقالته واحتواء الموضوع. اجتماع مطول مع الأخ الرئيس مع بعض الأخوة النواب، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله أن هذه الأمور يعني نقدر نتباحثها وأيضا نحلها في أجواء ودية وأيضا في تبادل وجهات النظر. واللي حصل اليوم أنه بينا وجهة النظر، وأيضا هم الأخوان وأيضا بينوا وجهة النظر. فأيا كان يعني القرار، أيا كان صائب ولا غير صائب، أيضا نحن نتحدث عن المشاركة وأيضا استكمال الدور التشريعي وأيضا الدور الرقابي. النائب الرويعي أكد أيضا أن مجلس الأمة تصدى لجميع ملفات التجاوزات في المؤسسة التعليمية عبر تكليفه للجنة التعليمية بالتحقيق ومعالجة الخلل. اللي ناقشناه على مدار سنتين وكان مبحث التحقيق من 2010 إلى 2015، فبالتالي مؤكد يعني أن في مخالفات، وهذه المخالفات يجب أن تقف وأيضا يجب معالجتها، وهذا من الأمور اللي تسجل للجنة التعليمية وأيضا تسجل للمجلس أن حرك مثل هذه القضية الشائكة، هذه القضية اللي بالفعل مهمة جدا وتبني فيها مستقبل البلد، مستقبل الأجيال، مستقبل الشباب. اللجنة التعليمية ستواصل اجتماعاتها في العطلة الصيفية لاستكمال التحقيق في العديد من القضايا مثار شبهات وتجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والبعثات والشهادات غير المعترف بها. نحن في هذا الصيف اللجنة التعليمية لم تنتهي، شغالة اللجنة التعليمية لغاية دور انعقاد الجاي على ما يتم تشكيل لجنة جديدة. سوف نجتمع، نرجع مع الأخ رئيس اللجنة والنظر في القضايا اللي كنا ننظر فيها ونتحقق منها أكثر. تم الاتفاق على أن يناقش المجلس تقرير لجنة التعليمية في بداية دور انعقاد المقبل ليضع نهاية لقضية شائكة أثارت الرأي العام، ضربت مفاصل التعليم لتكون الخاتمة تقويم الاعوجاج ومساءلة المتجاوزين. لتلفزيون المجلس طارق السهو.